شروط الصلاة. نمازن شرطها الصلاة لابد لها من شروط قبل أن ندخل فيها لابد نأتي بشروط الصلاة. بيلين كي أن بعض الشرط الأول الإسلام. بو فلا صح الصلاة من كافر من مشرك. يعني كافر كم سدن مشرك كيم نعم. من يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالدين الاسلامي لا تقبل صلاته حتى يتوب. الله سوвен، بيغمبره سوвен، اسلام دينله الايادان كيمسيني نماز البته قبول olmaz. يطوف حول القبور يكون ساحر مثلا، هذا لا تقبل صلاته حتى يتوب. قبل ان ترا تفوافا يا ده سحر yapan كيمسيني نماز قبول olmaz. هذا البته نه kadar قبول olmaz. هذا اهم شرط من الشروط بل هذا الشرط يوجد في كل العبادات فلا تقبل اي عباده الا بهذا الشرط الاسلام اي التوحيد. نمازن شرطنا ان المسلم اسلام شرطه. فلا بد نهتم بالتوحيد وكذلك نحذر من الشرك حتى لا يفسد الشرك علينا العبادات والله اعلم باذن التوحيد انا مرمم لازم الشرك انا مرمم لازم كي اعمالنا بوشا gitmesin namazlarımız boşa gitmesin